مساء الخير مشاهدينا، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج هنا البحرين. انطلق ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته بمشاركة 50 شركة من داخل وخارج مملكة البحرين، والذي تنظمه الجمعية الإسلامية بدعم من وزارة الصناعة والتجارة. ويبحث الملتقى على مدى يومين المواضيع المتعلقة بصناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع من زراعة ولحوم ومستحضرات تجميلية وأدوات طبية، بالإضافة إلى السياحة والسفر والخدمات المتنوعة. افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته، وذلك بحضور عدد كبير من خبراء الغذاء والصناعة الحلال في العالم الإسلامي. كما افتتح الوزير المعرض المصاحب للملتقى، والتي عرضت فيه أنواعاً مختلفة من المنتجات الحلال الغذائية وغير الغذائية. في كل منظومة من هذه المنظومات الصغيرة هناك معايير معينة للحلال. نحن نريد أن ننتقل بهذه المنظومات لتكون على مستوى عالمي، من تنطلق من خلال مجموعة من علماء الشريعة من كل أنحاء العالم يتفقون على هذه. فهذا هو ما نصب إليه، أن نرفع إن شاء الله تعالى البحرين إلى مستوى عالمي في التشريع وكذلك بالنسبة للتمويل. احتوى الملتقى في يومه الأول على عدد من الفعاليات، التي بدأت بالجلسة الأولى التي ناقش فيها المتحدثون طرق تمويل تجارة وصناعة الحلال، فيما ناقشت الجلسة الثانية فرص الاستثمار في صناعة التجارة الحلال وخدماتها واقتصاد التكنولوجيا المالية الحلال، والتي تناولت أبرز أدوات التمويل الإسلامي التقليدية مثل المضاربة والمشاركة، إلى جانب تقييم مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. يوجد العديد من المنتجات مثل الصكوك، مثل الصناديق الإسلامية، مثل الخدمات المالية الإسلامية والبانكينج فاينانس. احنا بنقدم الخدمات دي كلها للمستثمرين اللي يقدروا ان هم من خلالها يستثمروا أموالهم في منتجات إسلامية تتوافق مع الشريعة. سيتم دراسة دور إصدار الصكوك في تعبئة رأس المال لمشاريع الحلال، إلى جانب إمكانات التمويل الأصغر الإسلامي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الحلال. كما ستقوم اللجنة التنظيمية بتحليل آليات تمويل التجارة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، واستكشاف كيفية توافق خطابات الاعتماد مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تحت رعاية معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون، افتتحت سعادة الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة عضو المجلس الوطني للفنون المعرض الفني الخليجي تحت عنوان خزفيات خليجية، الذي يضم مجموعة مميزة من الأعمال الفنية نفذها 22 فنان على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك بمركز صفية علي كانو للفنون. افتتحت سعادة الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة عضو المجلس الوطني للفنون معرضاً فنياً تحت عنوان خزفيات خليجية 2، وهو برعاية كريمة من معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون. وايد مستانسة كوني موجودة هنا في المساغ الخليجي المميز اللي جمع الفنانين من كل الدول الخليجية، وهم يتعلمون من بعض وظهروا بأعمال مميزة، وكل فنان له بصمته، وكل فنان ظهر الإحساس اللي فيه بطريقة إبداعية. احنا نشكركم ونشكرهم على هالنظام وهالمشاركة، والواحد يعني يتشجع ويستانس يشوف هذا النوع من الملتقى والتجمع، وإن شاء الله نكثر فيها في كل المجالات. يحتوي المعرض على إبداعات 22 فناناً خليجياً ليكشفوا ارتباطهم العميق بهذا الفن المميز من خلال أعمالهم التي أبهرت ولاقت إعجاب كبير من قبل الحضور. العام ما شاء الله كان شغلهم وايد حلو وفي مجموعة، وهالمرة صاروا أكثر، وعندنا من قطر ومن الإمارات اللي زادوا، فالتكنيك مالهم كلش اختلف عن العام وصار للأفضل طبعاً. فهذه التجمعات هذه يعطي أنه يتعاونون مع بعض
وتعرفون على بعض وتعرفون على التكنيك بعض. يهدف معرض خزفيات خليجية إلى الإسهام في تعزيز العلاقات بين فناني الخزف الخليجيين عبر التبادل الثقافي والمعرفي، وتنمية وتطوير قدراتهم وصقلها، وإكسابهم مهارات متعددة، إضافة إلى تحفيزهم وتنمية روح الإبداع لديهم. سعيدين بالمشاركة هني معاكم. مشارك مثل ما أنتم شايفين في 3 أعمال، 2 منهم أزهريات حطيت فيهم، استوحيت منهم خور الإعداد عندنا في قطر بالألوان المدموجة ما بين الأزرق والأخضر وخطوط الكثبان الرملية، والعمل الثاني مكعب، عمل فني زخرفي عربي فيه ذكر الجلالة، شيء بسيط يعني نستفتح فيه أول مشاركة لي على مستوى الخليج. طبعا أنا جدا سعيد كونها أول مشاركة لي، سعيد بلقاء أخواني وأخواتي الخزافين وأن نتعلم منهم ونشوف التقنيات والأساليب المختلفة المستعملة هنا أو حتى المواد. مشاركة ربعي وإخواني من الخزافين الخليجيين مثمرة الحقيقة في تنوع الأساليب، تنوع الخبرات والألوان والجليزات، هذه تعطي وتثري الحركة التشكيلية الخزفية على مستوى الخليج، وتبادل الأفكار تعطي قوة للخزافين الخليجيين الكويتيين. يعد الخزف واحداً من أهم الفنون التي مارسها الفنان الخليجي قديماً، فقد توافق هذا الفن مع روحه البسيطة وصفائه وشفافيته، كما أنه حل بديلاً عن أواني الذهب والفضة وعكس جماليات الفن الإسلامي في أبهى صورة. يأتي احتفال العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية إيماناً بالوحدة الإنسانية وتشجيعاً للحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام والقضاء على جميع أشكال التعصب، ويتم تسليط الضوء في كل عام على موضوع بهدف تعزيز الأخوة الإنسانية والقيم الأخلاقية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المحامي عمار الترانجة، نائب رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ عمار. مساء النور، يا أهلا وسهلا بكم. بداية لو تكلمنا عن أهمية الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية. أهميته كما هو معلوم، وتفضلتي مشكورة بالتركيز على أهمية هذا الاحتفال. طبعا كما هو معلوم هو يعني مشروع تقدمت فيه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر وعدد من الدول الشقيقة اهتماما بالغا في هذا النوع من الاحتفال، وقدموه كمشروع إلى الأمم المتحدة إيمانا منهم بالوحدة الإنسانية وتشجيع للحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات. أهمية الاحتفال بهذا النوع في هو ترسيخ ونشر ثقافة مفاهيم الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين كافة الفرق مكونات المجتمع دون تمييز أو عنصرية. وطبعا مملكة البحرين رائدة في ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم التسامح والتعايش السلمي، تنطلق من نهج ثابت في السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم كذلك من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لأهمية هذا الاحتفال وأهمية ترسيخ ثقافة التعايش والسلام بين كافة أطياف مكونات المجتمع من دون تعصب أو إثارة لأي نعرات طائفية تؤدي إلى انقسامات ولربما يعني تفتك المجتمع إلى يعني مشاكل بين كافة أطياف المجتمع في الدول يعني. نعم، لو نتكلم عن أبرز المواضيع اللي تم تسليط الضوء عليها لهذا العام. طبعا احنا يعني ايمانا منا سنويا نقيم فعاليات مختلفه لبث ونشر ثقافه هذا المفهوم، على اساس يعني قيام تبرير الالفه والمحبه وزرع هذه الثقافه في الاجيال القادمه. طبعا احنا اليوم نواجه صعوبات نتيجه يعني وسائل التواصل الاجتماعي
المنتشرة التي تحمل أفكار تامة وتبث ودائما تنشر وما في رقابة عليها. لذلك احنا تمسكنا بهذه الفعالية من قبل ترسيخ يعني نشر ثقافة الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي. وأبرز ما جاء يعني ما احتفلنا فيه هذا العام هو خطاب يعني نبذ خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والتأكيد على بث جميع قيم التسامح والتعايش الروحي والثقافي بين كافة أطياف المجتمع من دون تمييز طائفي أو عنصري إلى الكافة والجميع. نعم، لو نتكلم عن مكانة البحرين عالميا في ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية. طبعا كما أسلفت البحرين سباقة وهي من تقدم في هذا المشروع بالإضافة إلى جانب عدد من الدول الشقيقة. تتميز البحرين بهذا النوع الدين بهذا تنوع الدين انطلاقا من تراثها القديم من قيم التعايش والتسامح الروحي والثقافي وما يعيش أصحاب الديانات والحضارات المختلفة في ود واحترام لكافة مكونات وشرائح المجتمع من دون تعصب. والبحرين معروفة من قديم الزمان بأنها هي بلد متسامح محاب إلى كل جميع أطياف المجتمع، مرحب إلى كل مكونات أطياف المجتمع، الديانات، الثقافات. إحنا اليوم في ظل القيادة الحكيمة نلتمس ذلك على أرض الواقع، وهو ما يعني أعطانا اندفاعه وتشجيع. لذلك المشروع طرح من مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة كبرنامج احتفالي عالمي. إحنا اليوم في مكانة عالمية مطروح اسم مملكة البحرين من الدول التي تدعو إلى التسامح والتعايش الروحي والثقافي بين كافة أطياف المجتمع ومكونات المجتمع. نعم، المحامي عمار ترانجا شكرا جزيلا لك. افتتحت الفنانة سيما حقيقي معرضها الفني بعنوان همسات متحركة في أرضية المرفأ المالي، وقد احتوى المعرض على 30 لوحة مرسومة بفن سكب الألوان. في إطار جانب مزج الألوان وإمتاع العين باللوحات الملونة وتحت رعاية سعادة الأستاذ رضا عبد الله فرج عضو مجلس الشورى، افتتح معرض همسات متحركة حيث تتراقص الألوان. هو معرض الأول في فن الرسم بالأكريليك وهو يسمونه فلويد آرت، الألوان السائلة أو يسمونه سكب الألوان. هاي تكنيك في الفن، أحد المدارس الفنية المعاصرة. حبيت هاي النوع من الفن لأنه في بساطة وفي نفس الوقت في سرعة وفي تقنيات مختلفة لحد الحين ما صارت مستهلكة وكل الناس يمارسون هذا النوع من الفن. المعرض اشتمل على مزيج من اللوحات الفنية الجذابة والجديدة في فكرتها والمستوحاة من فكرة صب الألوان والتي نالت على استحسان الزوار. أنا سعيد جدا اليوم في حضوري هذا المعرض وما شاهدته من لوحات متميزة وجميلة. بالفعل جسدت الفنانة إبداعها الجميل وقدمت لون مميز على الساحة الفنية. صراحة الحضور اللي موجود اليوم دليل بأن هناك في اهتمام كبير بإثراء الحركة الثقافية والحركة التشكيلية والحركة الفنية في البحرين. وقد شهد المعرض عند افتتاحه بالمرفأ المالي العديد من الزائرين من مختلف التوجهات والمدارس الفنية، كما حصد إعجاب من عامة الزائرين بأفكار اللوحات وقصصها وتناسق ألوانها. أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن انطلاق النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 17 من فبراير الجاري بهدف التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية.
وتشهد النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية زيادة كبيرة في عدد شركات التطوير العقاري والوكلاء العقاريين المشاركة في المعرض، والذي يبلغ عددهم 28 شركة، ويوفرون أكثر من 10,000 عقارا متنوعا بأسعار تلائم قيمة التمويلات الإسكانية. كما توفر الوزارة جناحا مشتركا تشارك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتقديم الاستشارات التمويلية للمواطنين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.